مزمور 126 مزمور الفرحة الكبرى لنصرة الله للإنسان، ترنيمة المصاعد. عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم: إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء، عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل الصواقي في الجنوب، الذين يذرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه الليل. يا مزمور اتقال بعد العودة من السبي، بيوري فرحة الناس بالرجوع مرة ثانية الى اورشليم، واختبار رحمة ربنا وعمل ربنا العظيم معاهم. عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين. حالمين يعني كأننا في حلم جميل، في حلم بنتمتع بيه. لما ربنا يرجع الإنسان من حياة الخطية ومن سبي الخطية، لما ربنا يرد الإنسان من سبي التجربة أو الضيق أو الألم، لما ربنا يرد الإنسان من سبي الفشل أو الإحباط، لما ربنا يعمل معايا عمل حلو ومفرح، قد يظن الإنسان إنه بيحلم. ربنا عظم العمل مع بطرس وهو حبسه هيرودس في وسط السجن وفتح له الأبواب، بطرس ظن نفسه إنه بيحلم. صرنا مثل الحالمين، لكن الحلم ده حقيقة واقعة. يحول الإنسان، يملأ فمه فرحا. حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا، مش مجرد ابتسامة عادية، لا، ده امتلأت الأفواه ضحكا، ضحكة عميقة جدا وكبيرة جدا من كل القلب، لما يحس الإنسان أن ربنا صنع معاه شيء معين. جرب كده في مرة ان ربنا يعمل معاك حاجة وتحس ان ده عمل الله في حياتك، وقد ايه مدى السعادة والفرح اللي انت تحس بيها. مشكلتنا باستمرار في الاحزان بتاعتنا او عدم الفرحة الحقيقية في حياتنا الروحية، ان احنا ناس فاقدي الاختبار، نحن فاقدي اختبار وجود الله في حياتنا، عشان كده ما بنقدرش نفرح. مش حاسين بان ربنا عمل معانا حاجة، مش حاسين بحقيقة وجود الله في حياتنا، مش حاسين بمحبة الله لينا. احنا فاقدين الاختبار، عشان كده مش قادرين نفرح. لكن لو صلينا هذا المزمور بعمق القلب وقلنا ربنا عظم يا رب العمل معنا، رد سبينا، خلينا نختبر حاجة من أعمالك يا رب في حياتنا، ده شوفوا مدى الفرحة اللي هتبقى في حياة الإنسان. للأسف إن معظم الناس اللي موجودة جوه الكنيسة ناس مش فرحانة لأنها فقد اختبار الله. لكن لو إحنا فعلا هنصلي هذا المزمور بقلوبنا لتغيرت حياتنا. شوفوا ناس فعلا عايشة ربنا وعايشة اختبار ربنا ومدى الفرح والسلام والبهجة اللي هي عايشاها. مش معنى كده ان ظروف الناس دي الخارجية ظروف كويسة، لا، هم مذلين وتعبانين وعيانين ومرضانين ومتضايقين ومضطهدين، لكن فرحانين، فرحانين لاختبار عمل الله في حياتهم. معدة صعبة، كيف تشعر بعمل الله بانه بيتعامل معك شخصيا حتى لو كانت ظروفك صعبة؟ لو كنا بنصلي المزمور ده في صلاة الغروب من قلبنا وبنطلب من ربنا، نقول له عظم يا رب العمل معنا، لكنا فعلا اختبرنا معنا ان افواهنا تمتلئ ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الامم: ان الرب قد عظم العمل مع هؤلاء.
شهادة من كل الناس، وكانت كل الشعوب اللي حواليهم بتقول مستحيل ان هم يعيدوا بناء اورشليم ويعيدوا بناء الهيكل ويعيد علاقتهم مع يهوه اله اسرائيل مرة تانية. لكن لما فعلا بنوا وعموا وعملوا قدموا ذبايح، شوفوا الفرحة اللي كتب عنها عذراء، الفرحة اللي كتب عنها نحمية في سفره لما اكمل العمل والبناء. كل الامم شهدت ان الرب عظم العمل مع هؤلاء، عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. اختبار سابق واختبار لاحق، انك مش بس يا رب عملت، لا وتعمل باستمرار معانا وتعظم العمل معانا لكي لا نصير فرحين. اردد يا رب ثديانا. طبعا ده اعظم عمل ربنا اتمه معانا هو تتميم خلاصنا على الصليب. فرحة مستمرة، بس هرجع اقول للأسف ان فرحة الخلاص دي حتى ما احناش حاسينها، مش عايشينها. داود كل مرة بيصرخ لربنا في المزمور 50 رد لي بهجة خلاصك، فرحة خلاصك. واحنا كم مرة بنصلي المزمور 50 ده؟ لكن هل فعلا عايشين فرحة الخلاص وبهجة الخلاص؟ سؤال مهم. فرحة الخلاص وبهجة الخلاص دي لو احنا فعلا ضايقينها ومختبرينها لحتغطي على كل الظروف وعلى كل الاحزان اللي موجودة في حياتنا وكل الضعفات. اردد يا رب ثديانا مثل الصواقي في الجنوب. هلا طب هو مش الثدي رجع؟ ايه يا رب اردد ثديانا دي؟ تعرفين ان الثدي رجع على مراحل، مجموعات. مجموعة اللي اختبرت الرجوع صلت من اجل المجموعة اللي لسه ما رجعتش. مش ده لسان حال كل واحد داء المسيح يصرخ ويصلي من اجل الناس اللي لسه ما دقتهوش ما اختبرتهوش. زي السامرية لما رد صبيها راحت تقول للناس انسان قال لي كل ما فعلت، تعالوا وانظروا لعل هذا هو المسيح. اردد يا رب صبينا عشان كلنا نرجع مثل الصواقي في الجنوب. مقصود بالجنوب، تعرفين الثدي كان في بابل في الشمال وأورشليم في الجنوب. وأورشليم نفسها بتعتمد على مياه الأمطار. في الشتاء ينزل الثلج فوق قمم الجبال، وفي الصيف يبتدي الثلج ده يدوب فينزل في مساقي أو في أنهيرات صغيرة ويتجمع. حتى بتاعت صحراء النقب دي جنوب اسرائيل بتعتمد في ميتها على الميه بتاعت الشتاء لما الجليد يدوب ينزل ويملى الصواقي او المجاري بتاعت الانهار دي فتقدر تروي. فبيقول لربنا اردد يا رب ثديانا مثل صواقي الجنوب، خليهم يدوبوا ويرجعوا. انتوا عارفين ان مجموعه كبيره من شعب اسرائيل لما سديت عجبها الحال في ارض بابل وقعدت واستقرت. فالمجموعه اللي رجعت صلت من اجل ان الله يدوب المجموعه اللي بقيت من اجل ان هي تعود هي ايضا الى اورشليم. زي الناس اللي عايشين في العالم ومتمتعين بالخطيه مش عايزين يجوا لربنا، لكن مسؤوليتنا احنا اللي رجعنا ان احنا نصلي من اجل رجوع هؤلاء، ان ربنا يدوب قلبهم ويجيبهم مرة تانية. الذين يذرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. القانون اللي معروف في كل وقت وفي كل زمان ان اللي يتعب هيلاقي ثمرته. الدموع دي قد تكون دموع التوبة، دموع التوبة تؤدي الى فرح. قد تكون دموع الالم، الالم يؤدي الى مجد. قد تكون دموع الحب، والحب يؤدي الى ابتهاج بالعشرة. اسباب كثيرة للدموع، لكن القانون بيقول اللي يزرع بالدموع يحصد بالابتهاج. الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبذر الزرع وهو ماشي عمال يبذر الزرع، هيرجع في وقت من الاوقات
مجيئا يجيء بالترنم مبسوط. ليه؟ لان الزرع طلع حاملا حزمه، اخذ الحصاد وراجع بيه فرحان. ده قانون الحياه الروحيه، اللي بيتعب في حاجه هيلاقي نتاجتها، لان زي ما بيقول بولس الرسول الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبه. في حد يحب يسال حاجه في الاربع مزامير دول؟